عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. إليك إله الخلق أعفى بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، لا أستطيع إلا أن أقرأ ما كتبت، وإذا أتممت القراءة فهو من فضل الله سبحانه وتعالى. أحيانا عندما نشكو قسوة القلوب وعوج السلوك نقول كلمة عثمان بن عفان: يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والناس من بدء الخليقة يعلمون أنه صارمة وشرائع رادعة، وأن صوت العصا الغليظة قد يكون أوقع من صوت الواعظ البليغ أو الفيلسوف الحكيم. تصوير جزئي مقبول لسير المجتمع البشري قديما وحديثا، ولكننا نخطئ خطأ كبيرا إذا حسبناه تصويرا كاملا للحقيقة كلها. إنني بعد تجارب طويلة موقن بأن تصحيح البواطن هو الأساس الأهم لتصحيح الظواهر، وأن أدق الأنظمة ينهار مع خراب النفوس، وأن الضمان الأوثق لنجاح الاقتصاد وانتصار الجيوش واستقامة المجتمع واستقرار الحضارة يعود بادئ ذي بدء إلى الصحة النفسية، إلى البراءة من الأهواء والدنايا، إلى التجرد لله وإيثار ما عنده. سيقال: هذا حديث منابر يجيده رجال الوعظ والإرشاد وقد جربناه فما أجدى. وأقول: الأمر فوق ذلك. إنني عشت أيام الصبا في ظل الاحتلال الإنجليزي، ثم في ظل ملكية دستورية، ثم في ظل نظام جمهوري، وذقت طعوم الإقطاع والرأسمالية والاشتراكية، وبلوت في بلاد أخرى أنظمة شتى للحكم، بعضها بدائي وبعضها عصري، وقرأت عن أنظمة وفلسفات قامت في بلاد أخرى، ودرست ووازنت، وعدت أخيرا وأنا موقن بأن النفس الفوضوية تخترق أحكم الأنظمة، وأن النفس السوية لن تعجز بشتى الحيل عن ترك طابعها الطيب فيما تتولى من مناصب أو تباشر من أعمال. من العبث القول بأن القوانين تغني عن الأخلاق، أو أن الأخلاق تغني عن القوانين، فتاريخ الحياة لا يعرف هذا الفصل لا نظريا ولا عمليا. إنني أريد إبراز حقيقة يحاول الكثيرون إخفاءها أو الغض من قيمتها، هي أثر زكاة النفس في استقامة المجتمع. إن القرون الأخيرة في التاريخ الإسلامي كانت قرون هزائم،
وانسحاب عام في ميادين العلم والحكم او في ميادين الثقافة والسياسة او في ميادين العطاء العالمي ماديا كان او ادبيا. فوجدنا انفسنا بغتة نأخذ، وكنا من قبل نعطي. وجدنا انفسنا تلامذة بعد ان كنا اساتذة. كنا طليعة رائدة يجري الاخرون خلفنا، فاذا نحن نجري وراء غيرنا وانفاسنا لاهثة وحصيلتنا بعد التعب تافهة. اصحاب النظر السطحي حين يجنحون الى التقليد والمتابعة ليلحقوا بمن سبقهم لا يرون الا المظاهر ينقلونها. وقد نجحنا في نقل الديمقراطية والاشتراكية الى بلادنا، وراقبت انا التنفيذ، فماذا وجدت؟ وجدت ان الفرد المتسلط استطاع ان يجعل الشورى ستارا يخفي شخصه وجبروته. فهذا النظام في ارجاء العالم كله يكفل حريات فضفاضة للعدو والصديق الا في العالم الاسلامي. ووجدته في بعض البلاد لا يعني الا التزوير على نطاق واسع وايقاع مذبحة بالصدق والامانة. وراقبت الاشتراكية فرأيت الفلاح الذي كان ذليلا امام المالك صار ذليلا امام كاتب الجمعية التعاونية الزراعية، وان حصيلة كدحه في ارضه كان نصفها يسرق ايام الاقطاع القديم، فصار اغلبها يسرق ايام الاقطاع الحديث. الاقطاع الذي اخذ عنوانا خادعا هو الاشتراكية. ان المنح لا يتحول الى سكر اذا كتبت على انائه انه سكر. حتى النمل لا ينخدع به ولا ينجذب اليه، فحقيقته تدل عليه. والاجرب لا يشفى من علته اذا لبس ثوبا من حرير. والاعمى لا يبصر الطريق اذا وضعت على عيونه منظارا من ذهب. وقد قال علماؤنا ان علل القلوب تداوى بما يستأصلها، فالبخيل يداوى بالتدريب على العطاء، ولو ظل يصوم الدهر كله دون هذا التدريب ما ظل الا بخيلا. والجبان يداوى بتعود الجراءة والإقدام، فإذا داوم على قراءة القرآن طول عمره ما تخلص من خستته. وقد نظرت إلى سلفنا الأول فوجدت دولة الخلافة تعرف العناوين الجديدة للأنظمة المعاصرة بيد أنها عرفت لبابها، ويأتي دولة الخلافة لم تعرف الأنظمة المعاصرة بيد أنها عرفت لبابها. عرفته مقول الإلهي، فهي تحترم الحرية والإخاء والعدالة لا على أنها قيم إنسانية مجردة، بل على انها الوجه الاخر لكلمة التوحيد. فالدين عبادة لله وسيادة في الارض.
عبادة لله وسيادة في الأرض. وسنرى أبعاد هذه السيادة البشرية في أول خطبة ألقاها الحاكم الأول في الإسلام بعد لحاق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى. قال: وليت عليكم ولست بخيركم. ونقف عند هذه الكلمة. إن الصحابة اختاروا من يرونه أفضلهم وأحقهم بمنصب الإمامة، ولكن الرجل الذي وقع عليه الاختيار يقول: لست بخيركم. لماذا؟ لأن الرجل الكبير له بصيرة حادة تدرك من آفاق الكمال آمادا بعيدة، فهو يرى نفسه دونها ويستصغر لذلك شأنه. وشيء آخر يعرفه أمثالنا، إن لنا معايب سترها الله، سترها علينا، ونحن وراء هذا الستر نحيا. فإذا جهل الناس بواطننا فلا يجوز لنا نحن أن نتجاهلها. إن لا تعرف الكبرياء طريقا إلى نفسه أبدا. وازن هذا بفرعون، فرعون مصر الصغير الذي ملأه الغرور فصاح في طيش أعمى يقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إن الفرعونية الحاكمة لا تعرف إلا نفسها ولا تحس إلا أبهتها وعظمتها. وكم في العالم الإسلامي المعاصر من فراعنة صغار يتصورون أنفسهم آلهة وهم دون العبيد. ونظام الحكم في الإسلام يبدأ بهذا الخلق الراشد: وليت عليكم ولست بخيركم، أي بحاكم لا يرى نفسه خير الناس. ثم نقرأ الكلمة الثانية: إن رأيتم خيرا فأعينوني، وإن رأيتم شرا فقوموني. ليس هناك حاكم معصوم، والعبقرية لا تعني العصمة. وفي جماهير الناس من يرى حقا خفي على أولي النهى. ومن ثم فعلى الحاكم أن يستمع إلى النصح، بل أن يطلبه من أهله. وتدبر هذه القولة الغالية الرقيقة للخليفة الراشد عمر: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. الموظف المرتشي يفتح جيوبه لهدايا المال، أما الحاكم العابد المخلص لربه فهو يفتح قلبه لهدايا أخرى، هدايا من كل ناقد صادق وناصح أمين. إن الحق أحب إليه من نفسه، وهو بحاجة أبدا إلى من يدله عليه ويبصره به ويقيمه على الطريق إن زاغ عنه. ونصل إلى الكلمة الأخيرة: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. الحكم تعاون على طاعة الله وإسلام الوجوه إليه والتزام حدوده ووصاياه. لا ولاء هناك لشيء إلا في هذا الاتجاه، فإذا ارتد عنه أحد انقطع حبله بالجماعة،
والحاكم عندنا باسم الله يأمر وينهى لا بأي اسم آخر. نظام الديمقراطي في عصرنا له لجان وأجنحة وشعب كثيرة، وخلاصته النقية المحترمة ضمان بقاء الشورى وتقليم أظافر الفرد المستبد. وقد دمسنا هذه الخلاصة في الشورى الإسلامية الأولى مع مظهرها الساذج وأدواتها البدائية، وقد أحكم الغربيون الحراسة الديمقراطية التي اختاروها لأنفسهم، أحكموا الحراسة عليها فعلا. وكان ينبغي أن نمزج بينه وبين ما استوردناه من آخر التجارب الأوروبية، فهل فعلنا؟ الذي حدث أن الهيكل المادي أقيم بدقة، أما الروح اليقظان الواعي فإنه لم ينقل لا من مواريثنا القديمة ولا من تجارب العالم الحديث. ومن هنا وقعت غرائب في عالم الدساتير وفي عالم القضاء تستحق التسجيل. وقبل أن أسوق أمثلة للواقع المستنكر، أنقل هذه من تراثنا نحن. ما أشد حب الناس للمال وما أحرصهم على جمعه وما أسرعهم للاستيلاء إذا كان مالا عاما أي ملكا للدولة. عندما فتحت فارس وسقط ملك الأكاسرة، أرسل القائد الفاتح نفائس الإيوان إلى المدينة المنورة، كانت أكواما من الذهب والجواهر في حقائب بعضها فوق بعض، حملت من المدائن إلى دار الخلافة لم تنقص ذرة خلال آلاف الأميال. قال ابن جرير: لما قدم بسيف كسرى ومنطقته مع بقية الكنوز، قال عمر: إن أقواما أدوا هذا لذو أمانة. فقال له علي بن أبي طالب: إنك عففت فعفت الرعية. وروى البيهقي عن الحسن أن عمر بن الخطاب أتي بثروة كسرى فوضعت بين يديه وفي القوم سراقة بن مالك، فألقى إليه عمر أسورة كسرى فجعلها في يده فبلغت منكبيه، فلما رآها في يد سراقة قال: الحمد لله، أساور كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن مالك أعرابي من بني مدلج. وشرع عمر يقسم الكنوز على فقراء المسلمين وهو يبكي، فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا يوم شكر وسرور وفرح. كان عمر يخشى على المسلمين أن تفتنهم زهرة الحياة الدنيا. إنني أنقل هذه القصة ولست ناسيا أن جواهر أسرة محمد علي قد اختفت فلم يوقف لها على أثر حتى اليوم. وروى ابن سعد أنه لما اجتمع الناس على أبي بكر رضي الله عنه قسم بينهم أموالا، فبعث إلى عجوز من بني عدي بن النجار نصيبها مع زيد بن ثابت، فقالت العجوز: ما هذا؟ قال زيد: قسم قسمه أبو بكر للنساء.
فرفضت المرأة قبوله قائلة: أتراشوني عن ديني؟ فقال: لا. قالت: أتخافون أن أدع ما أنا عليه؟ فقالوا: لا. قالت: فوالله ما أخذ منه شيئا أبدا. فرجع زيد إلى أبي بكر فأخبره: ونحن لا نأخذ مما أعطيناه شيئا أبدا. وأنا أعجب لأمرين: كبرياء هذه العجوز واعتزازنا بدينها وأنا ماسا بشموخها ويقينها، وأعجب قبل ذلك للخليفة الذي يعلم أنه سيقاتل الروم والفرس فما يشغله ذلك عن حق امرأة مجهولة في مال الله، امرأة من عجائز المسلمين. كان النظام السياسي والاقتصادي ساذجا كما قلت، بيد أنه كفى وشفى وأغنى ما لا تغنيه آلاف الدواوين والمكاتب، لأن الباطن النفسي كان وضيئا بالإيمان والإخلاص. إن القلب الخاشي لله سد كل ثغرة وقام مقام جيش من الرقباء والحراس. أما اليوم فأنا وغيري نقف مشدوهين أمام قدرة الشر على اختراق الأسيجة القانونية والحصول الإدارية. لقد استطاع شيطان مجهول أن يزور 18 وثيقة تحمل توقيع وزير الاقتصاد عندنا وتخرج من مكتبه وتمضي في القنوات الإدارية العتيدة حتى تبلغ جهة التنفيذ، لتضيع على الدولة مئات الملايين من الدولارات لم يقم باعتراضها أحد. يقول الأستاذ أحمد بهجت في دريت الأهرام: هذا هو الخبر الذي نشرته الصحف وقد قرأته، ثم عدت قراءته وسألت نفسي: هل كانت هناك تأشيرات مزورة أم لم تكن؟ واضح أنه كانت هناك تأشيرات مزورة، عددها 18 تزويرا، وأنها كما قالت المحكمة خرجت من مكتب الوزير وأخذت دورتها المستندية طبقا للثابت بدفتر الوارد. الشيء العجيب الذي لم أفهمه: كيف لم يكتشف الوزير ومدير مكتبه ووكلاء الوزارة هذا التزوير؟ أي إتقان هذا؟ لقد مرت هذه التأشيرات المزورة على كثير من المسؤولين ابتداء بالوزير وانتهاء بموظف الصادر والوارد، ورغم ذلك فإن أحدا لم يكتشف التزوير. هذا شيء عجيب، أو بتعبير أدق إن هذا لشيء عجاب. عدت أقرأ الخبر مرة أخرى والكلام للأستاذ أحمد بهجت وأحاول فهم ما حدث، وطوال الوقت الذي كنت أقرأ فيه كان السؤال الذي يلح علي: من هذا العبقري الذي وظف موهبته في التزوير والشر بدلا من توظيفها في الرسم والموسيقى؟ إن تزوير لوحة واحدة لفنجوخ أو رمبرانت، مصورين أوروبيين، أسهل وأيسر من تزوير 18 تأشيرة لوزير الاقتصاد. إن عظمة الأمم قبل أن تكمن في أجهزتها التشريعية والتنفيذية تكمن في قدراتها النفسية والخلقية، وما ينبجه الإيمان من مواهب وملكات. ونحن في العالم الإسلامي الكبير نحتاج إلى الأمرين كليهما، ولا بأس علينا ونحن نعالج تخلفنا الإداري والحضاري
أن نقتبس من كل تجارب الأرض شرقا وغربا، لكن ذلك لا يغني فتيلا عن الأحوال النفسية المصطحبة، أي عن الإيمان والخلق. وكل صرح يرتفع خاليا من هذين العنصرين فهو صرح من ورق لا ينتظر المدافع لدكه، بل سينهار مع هبوب الرياح. ومن ثم فأنا أدعو إلى إنشاء ثلاثة أجهزة جديدة، أو بتعبير آخر صب تراثنا الديني في ثلاثة قوالب تسبق غيرها من مواد البناء. أولا، يعاد تشكيل العقل الإسلامي على أساس احترام الحقائق العلمية والكونية والاستجاء إليها بالملاحظة والتجربة والاستقراء، أي بالتوجيهات القرآنية الراسخة المتكررة في هذا المجال، ورفض الأوهام والظنون التي شاعت بين العوام ميراثا من قرون التخلف والهزيمة. فإن بعض المتدينين الجهلة آووا تحت خيط خرافات وبدعا كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، ويجب تجريد الإسلام من هذه الإضافات الضارة، فلا يبقى لدينا إلا ما وافق الكتاب والسنة. وينبغي إقصاء البحوث والخلافات المتصلة بقسم المتشابه في القرآن الكريم، إن الآيات المتشابهة صورت حقائق مهمة غيبية، بيد أن العقل الإسلامي الأول مر بها مر السحاب كما أمر الله، وانشغل بالآيات المحكمات التي يؤم الكتاب. والذين يدعون الأمة إلى هذا الجوف يمكرون بها ويبيتون لها الشر، سواء رفعوا راية السلف أو راية الخلف. وقد رفضت كتابا صدر أخيرا يحمل عنوان خلق الإنسان على صورة الرحمن، وقلت لو أن صاحبه اشتغل بتعلم إحدى الحرف التي تأخرنا في ميدانها لكان خيرا له وللمسلمين. وكم يصاب الإسلام من أمثال هؤلاء الكاتبين، وكم أوت خرافات تحت خيمة الغيبيات في العقل الإسلامي. أصحاب الفطرة السليمة عندما يكون القرآن يشعرون أنه كتاب حياة ويقين ومعرفة وبحث، فالتماوت والارتياب والجهالة والضحالة أبعد الأشياء عن جو القرآن الكريم. والمسلمون اليوم يكونون مجتمعات تسيرها الشائعات والتقاليد الغبية، وحياتهم الفكرية خليط مستغرب من إشباع الغرائز الدنيا بأساليب متقدمة حينا ومتأخرة حينا آخر. ومن ثم قلنا لا بد من إعادة تشكيل العقل الإسلامي وفق المخططات القرآنية. لا تقف ما ليس لك به علم، بالحق أنزلناه وبالحق نزل، ما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثانيا، النظام الروحي، وهذا اصطلاح أردت به الصلة بين المسلمين وربهم سبحانه وتعالى، فإن هذه الصلة تبدو الآن في صور العبادات المكتوبة من صلاة وصيام، ويغلب أن تؤدى هذه العبادات في غيبة الوعي الإنساني، وأن يتحرك بها البدن وحده
أما العقل الظاهر والباطن فلهما شواغل أخرى. والإيمان الذي يستقر على هذا الوضع لا خير فيه ولا ثمر له، يجب أن يتحول الإيمان إلى مشاعر نابضة وانفعالات قادرة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عندما يتحرك في فراشه، عندما يتحرك في فراشه في أثناء النوم يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصرت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا في تقلب الجسد أثناء الركوب. إن لك في النهار سبحا طويلا. جهاد آخر محوره الذي يدور عليه هذا الإيمان العميق بالله، وهذا الاتصال المستمر به، وقارئ القرآن يشعر بأن هناك عالما زاخرا بالحركة والإحساس يربط بين المسلم وربه، فهو يتقلب بين الرغبة والرهبة أو الخوف والرجاء، وهو صبار شكور في كل ما ينوبه من نعماء وبأساء، وهو متوكل على الله، مفوض إليه، محب لذاته، مسارع إلى مرضاته. وهو في الجهاد المدني والعسكري يرفع لواءه ويعلن إليه انتماءه، وهو عفيف في إقباله على الدنيا، يكره الإخلاد إلى الأرض، إلى آخر هذه المعاني. هذه المعاني تكاد تكون مفقودة في الحياة العامة والخاصة، وقد ترى منها آثار جافة أو أوراقا ميتة بدل أن ترى الأشجار والأزهار. ولا تعود للمجتمع الإسلامي نضارته الأولى، ولا تتجلى فيه مخايب السلف الراشد، النظام الروحي إلى الحياة، ولوحظ في مسيرة الأمة كلها. ربما وجدت عناوين مبتورة عن النظام الروحي في مواريث الصوفية المعاصرة، لكن هذه العناوين اكتنفها من الابتداع والرعونة ما يزهدنا فيها ويباعدنا عنها. ثالثا، نظام الخلق. وأساس هذا النظام قيام العلاقات بين الناس على دعائم من الأخلاق الثابتة، خصوصا الأخلاق الأولية، أعني الصدق والأمانة والوفاء والشرف، وهي الأخلاق التي عد النبي عليه الصلاة والسلام فقدانها أركانا للنفاق وضياعا للإيمان، كما جاء في الحديث: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه واحدة منهم كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى دعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي عصرنا الحديث تقاربت البلاد وتعارف الناس وتكشفت الأمم بمحامدها ومعايبها، فماذا يرى العالم منا نحن المسلمين؟ هل يسيح في أقطارنا سائح ويدرس أحوالنا ثم يعود إلى أرضه ليتحدث عن صدق الكلمة والوعد، وعن رعاية الأمانة والعهد، وعن شرف الخصومة بين الأفراد والجماعات؟
المؤسف أن عناصر النفاق تجد لها مرتعا خصيبا بيننا، ما أرخص الكلمة وما أضيع الأمانة وما أيسر اللعب بالعقود والعهود، أما الفجور في الخصومة فأمر لا يعرف له حد. وتفسير هذه المحنة سهل، كيف نفسرها؟ يقول الله تعالى: لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الأمر الفرط هو السائب، وعندما يكون الكلام سائبا والسلوك سائبا والتحرك غير ملتزم بغاية مرسومة ولا بخط محدد، بل هو كترنح السكران، فمعنى هذا أن الأمة قد انفرط عقدها وتناثرت حباته. ومما تنشأ هذه الفوضى، مما تنشأ هذه الفوضى من اتباع الهوى وعيش كل امرئ داخل مآربه الخاصة. ومما ينشأ هذا الهوى المطاع وتلك الأنانية الغالبة من نسيان الله، وبتعبير القرآن الكريم: من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وأمتنا الإسلامية تناست رسالتها العظمى في الداخل والخارج وأخلدت إلى الأرض وهبطت دون مستواها. والغريب أنها لما فقدت قوتها الخاصة والتحقت بالحضارات الغالبة، شيوعية كانت أو رأسمالية، التقطت من هذه الحضارات ما يوافق نسيانها لله، فكان إقبالها على الدنايا أمن من غيرها، وقد تسبق هؤلاء وأولئك في الإسفاف والغفلة. ويستحيل أن تصح لنا نهضة أو تسلم لنا عودة وصحوة إلا ببناء أخلاقي متماسك صلب تشد العقيدة أوصاله وتشيع فيه فضائل الصدق والأمانة والوفاء والشرف. أما أن ندعي الإسلام وأركان النفاق سامقة في مجتمعنا فأمر مستنكر مستكره. إن النظام الأخلاقي وراء كل عمل مثمر ونجاح معجب، وعصر الآلات الذي نعيش فيه يحسب الأعمال بالذرة وبالمليمتر، ولا مكان فيه للتسيب المنفلت الذي يعرف الآن بين المسلمين ويعشش في سلوكهم. يا عجبا، أفمسلمون وأمة شلاء، لا ميتون ولا هم أحياء. نسأل الله أن يأخذ بنا ويوصينا إلى الرشد، والحمد لله الذي وفقنا إلى إلقاء الكلمة.